مثال: أوجد معادلة المستوي اللي يمر بالنقاط P1 والنقطة P2 ومتعامد مع المستوي 4x ناقص y زائد 2z يساوي 7. كلمة perpendicular معناتها تعامد. لإيجاد معادلة أي مستوي لازم نوفر نقطة تمر بالمستوي ومتجه عمودي على المستوي. عندنا إحنا معلومة بالسؤال نقاط تمر بالمستوي، إذن لازم نوجد متجه عمودي على المستوي. ممكن إيجاد متجه بين النقطة P1 وP2 راح يكون 2i ناقص 2k، وأيضا ممكن إيجاد متجه من المستوي 4x ناقص y زائد 2z يساوي 7 اللي مثلا نسميه المتجه N، فراح يكون 4i ناقص j زائد 2k. إذن المتجه العمودي على المستوي المطلوب ممكن إيجاده عن طريق ضرب الكروس برودكت بين المتجه P1 P2 والمتجه N. لإجراء عملية الكروس برودكت بين أي متجهين نرتبهم على شكل determine بهذا الشكل، فراح يكون عندنا ناتج هذا الديتيرمن اللي هو ناقص 2i ناقص 12j ناقص 2k، هذا هو المتجه العمودي على المستوي المطلوب. متوفر عندنا بالسؤال نقطتين هي النقطة P1 وP2، ممكن اختيار النقطة P1 وممكن اختيار النقطة P2 لأن النقطتين تمر بالمستوي. فمعادلة المستوي راح تكون ناقص 2x ناقص 1 زائد ناقص 12y ناقص 2 زائد ناقص 2z ناقص 3 يساوي 0. نبسط هذه المعادلة، فراح يكون عندنا ناقص 2x ناقص 12y ناقص 2z يساوي ناقص 32. إذا قسمنا على ناقص 2 فراح تكون معادلة المستوي المطلوب هي x زائد 6y زائد z يساوي 16. مثال آخر: الخط L اللي هو x يساوي 3 زائد 2t، y تساوي 2t، z تساوي تي، يقطع المستوي. كلمة intersect معناتها يقطع. يقطع المستوي x زائد 3y ناقص z يساوي ناقص 4 بالنقطة P. المطلوب أوجد إحداثيات هذه النقطة وأيضا أوجد معادلة الخط بالمستوي ويمر خلال النقطة B ومتعامد مع الخط L. لإيجاد إحداثيات تقاطع نقطة بين مستوي وخط، من معادلة الخط اللي مثل ما نلاحظ بالسؤال هنا منطيها إنه مباشرة اللي هي 3 زائد 2t وt وt، هذه هي إحداثيات النقطة الدلالة لسكيلر t. فلإيجاد السكيلر تي نعوض هذه النقطة بمعادلة المستوي x زائد 3y ناقص z يساوي ناقص 4، فراح يكون عندنا 3 زائد تي زائد 3 في 2t ناقص تي يساوي ناقص 4. هذه معادلة فقط بها تي مجهول، إذا نقدر نستخرج التي راح تكون ناقص 1، نعوضها بإحداثيات هذه النقطة. إذا النقطة P المطلوبة راح تكون 1 ناقص 2 ناقص 1. لإيجاد معادلة أي
خط لازم نوفر نقطة ومتجه يوازي الخط. النقطة اللي يمر بيها الخط المطلوب هي النقطة B. إذن إحنا هسه لازم نوفر متجه يوازي هذا الخط. ممكن إيجاده بالطريقة التالية: هذا المتجه راح يكون متعامد مع كل من الخط المعطى اللي هو الخط L، وراح يكون أيضا متعامد مع النورمال فيكتور من المستوي x زائد 3y ناقص z يساوي ناقص 4، وبالتالي راح يكون هو موازي إلى المتجه U. المتجه U هو المتجه الناتج من الكروس برودكت بين المتجه V. المتجه V هو المتجه الموازي للخط L اللي ممكن إيجاده من معادلة الخط L اللي هو راح يكون 2i زائد 2j زائد 1k مع الكروس برودكت مع المتجه N. المتجه N هو المتجه العمودي على المستوي x زائد 3y ناقص z يساوي ناقص 4، فراح يكون المتجه هو i زائد 3j ناقص k. الكروس برودكت بين المتجه v والمتجه n ينطينا المتجه u، وهو المتجه الموازي الى الخط المطلوب. فبعد اجراء عمليه الكروس برودكت المتجه U راح يكون ناقص 5i زائد 3j زائد 4k. فمعادلة الخط ممكن أن نوجدها عن طريق استخدام المعادلة العامة للخط، حيث أنه x1 y1 z1 هي إحداثيات النقطة P اللي هي 1 ناقص 2 ناقص 1، و الـ A والـ B والـ C هي عن طريق المتجه U اللي هو موازي إلى الخط. الـ A هي ناقص 5، الـ B هي 3، والـ C هي 4. إذا بعد تعويض النقطة مع المتجه اللي نعوض من عند الـ A والـ B والـ C، فراح تكون معادلة الخط هي X تساوي 1 ناقص 5 T، y تساوي ناقص 2 زائد 3 t، والz تساوي ناقص 1 زائد 4 t. هذه هي معادلة الخط المطلوب. ملاحظة: المواضيع اللي أخذناها بالجزء الأول من موضوع الفيكتورز كلها راح تكون موجودة بالفصل 12 من الكتاب المنهج. الجزء الثاني من موضوع الفيكتورز اللي هو الفيكتورز أناليسيس. أول شيء راح ناخذ اليونت تانجنت فيكتور، راح نرمز له بالحرف T كابيتال، واليونت نورمال فيكتور راح نرمز له بالحرف N. يونت تانجنت فيكتور يعني متجه الوحدة المماس، واليونت نورمال فيكتور يعني متجه الوحدة العمودي. هذا الموضوع أيضا راح يكون موجود بالكتاب المنهجي توماس كالكولس، راح يكون موجود بالسكشن من شابتر 13 اللي هو 13.3 والسكشن 13.4. تعرف الدالة المتجهة مثل الدالة V، هي عبارة عن دالة تتكون من ثلاث دوال غير متجهة أو اللي إحنا نسميها السكيلر فانكشن، حيث إنه V هي عبارة عن دالة متجهة فيكتور فانكشن تتغير مع المتغير T. أما V1 of T و V2 of T و V3 of T هي عبارة عن دوال سكيلر فانكشنز، أي دوال غير متجهة نسبة إلى المتغير T.
V1 هي الدالة باتجاه المحور X، V2 هي الدالة باتجاه المحور Y، و V3 هي الدالة باتجاه المحور Z. يعرف اليونت تانجنت فيكتور اللي احنا نرمزله بالحرف T كابيتال، هو عبارة عن مشتقة الدالة V نسبة إلى المتغير T. على طول مشتقة هذه الدالة، فراح ناخذ من عدها اليونت تانجنت فيكتور. مثل ما نعرف انه كلمة يونت تعني انه طول المتجه وحدة واحدة، فبما انه طول المتجه T واحد، اذا ربعنا طول هذا المتجه T ايضا راح يكون واحد. ايضا من معلوماتنا بالدوت برودكت انه طول المتجه تربيع هو عبارة عن الدوت برودكت بين المتجه مع نفسه، اي T دوت T راح يساوي واحد. اذا اشتقينا هذه المعادلة فراح يكون عندنا عبارة عن دالتين اللي هي الدالة T كابيتال دوت الدالة T، يعني الدالة نفسها. فنستخدم قانون ضرب دالتين، الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول، ومشتقة الواحد راح يكون صفر، فراح نحصل على هذه المعادلة. نقدر نكتبها بالشكل التالي، هي عبارة عن 2 t dot d t capital إلى d t small راح يساوي صفر. نقدر نقسم على 2 لأن هو رقم ثابت، فراح نحصل على أنه dot product بين متجه اليونت تانجنت فيكتور مع المشتقة مالته يساوي صفر. وأيضا من معلوماتنا في الدوت برودكت، إذا كان ناتج الدوت برودكت يساوي صفر فمعناته أن المتجهين متعامدة، أي أن المتجه T متعامد مع المتجه الناتج من مشتقة المتجه T. إذن نقدر نقول أن اليونت نورمال فيكتور هو عبارة عن مشتقة اليونت تانجنت فيكتور تقسيم طول هذه المشتقة. هذا هو راح يكون اليونت نورمال فيكتور. نطبق مثال. أوجد اليونت تانجنت فيكتور واليونت نورمال فيكتور لي الدالة المتجهة أو للمنحني R of T، T تكعيب على 3 I زائد T تربيع على 2 J عندما T تساوي 2. إذن المطلوب من عندنا إيجاد متجه الوحدة المماس ومتجه الوحدة العمودي على المنحني الممثل بالدالة المتجهة R. فأول شيء راح نشتق الدالة R نسبة إلى T، فراح يكون عندنا T تربيع I زائد T J. نوجد طول هذه المشتقة، فراح يكون تحت الجذر T تربيع ونربعها، فراح يكون عندنا T أس 4 T، أيضا هنا نربعها فراح يكون عندنا T تربيع. نقدر نبسط هذا المقدار، إذا استخرجنا T تربيع عامل مشترك ونستخرجه خارج الجذر فراح يكون عندنا الناتج هو T جذر T تربيع زائد واحد. إذن اليونت تانجنت فيكتور نقسم مشتقة الدالة على طولها، فراح يكون عندنا T تربيع على T جذر T تربيع زائد واحد I زائد T على T جذر T تربيع زائد واحد J. أيضا هذا المقدار نقدر نبسطه بعد أكثر، إذا اختصرنا T فراح يكون اليونت تانجنت فيكتور، هذا هو اليونت تانجنت فيكتور. أما اليونت نورمال فيكتور
فأول شيء راح نشتق اليونت تانجنت فيكتور. نلاحظ الدالة الموجودة مع الآي هي عبارة عن دالة تتكون من بسط ومقام. فطريقة الاشتقاق الصحيحة، أول شيء الربع المقام، فبالتربيع الجذر راح يروح، فراح يكون عندنا المقام تي تربيع زائد واحد. الخطوة اللي بعدها المقام اللي هو جذر تي تربيع زائد واحد، في مشتقة البسط تي مشتقة مالته واحد، ناقص البسط اللي هو تي في مشتقة المقام اللي هو جذر تي تربيع زائد واحد، راح يكون عندنا نصف في مشتقة داخل القوس هو 2 تي، والقوس راح ينقص واحد، فراح يكون عندنا تي تربيع زائد واحد بس ناقص نصف. هذه طريقة الاشتقاق الدالة اللي تتكون من بسط ومقام. أما الدالة الموجودة مع الجي، فنلاحظ أنه هي دالة تتكون من أن البسط عبارة عن رقم ثابت، أما المقام فهو دالة للتي. فطريقة الاشتقاق الربع المقام، فراح يكون عندنا تي تربيع زائد واحد، وهنا راح يكون ناقص مشتقة المقام، فناقص نصف في 2 تي اللي هي مشتقة داخل القوس، والقوس راح يكون عندنا ينقص واحد، فيبقى تي تربيع زائد واحد بس ناقص نصف. نبسط هذه الدالة. طريقة التبسيط، أول شيء نبسط البسط الموجود عندنا هنا، نلاحظ هذه تي تربيع زائد واحد أسها ناقص نصف، فننزلها فيكون عندنا تي تربيع زائد واحد أس نصف. نوحد المقامات هنا مع جذر تي تربيع زائد واحد، وبعد ذلك ننزله إلى المقام الكلي، فراح يكون الأس مالتنا تي تربيع زائد واحد أس 3 على 2، وهنا راح تختصر فيبقى عندنا فقط واحد. أيضا الدالة الموجودة مع الجي، فأول شيء هنا راح يكون عندنا 2 ويا 2 تختصر، تبقى إشارة ناقص تي. ننزل هذا القوس إلى المقام، فراح يكون عندنا تي تربيع زائد واحد أس 3 على 2. هذه هي مشتقة اليونت تانجنت فيكتور. لإيجاد طول هذه المشتقة، الربع المقدار مع الآي، وأيضا الربع المقدار مع الجي تحت الجذر. أيضا هنا نقدر نبسطها بالشكل التالي، هذه هنا عندنا الأس 2 وهذا القوس أس 3 على 2، فراح يبقى الأس مالته تي تربيع زائد 1 أس 3. أيضا نفس الحالة بالنسبة إلى مقدار هذا المقام، فهنا راح يكون عندنا جذر 1 زائد تي تربيع تي تربيع زائد 1 أس 3. أيضا هنا تكون عندنا عملية اختصار، فالناتج النهائي راح يكون 1 على تي تربيع زائد 1. وبذلك اليونت نورمال فيكتور راح يكون هو 1 على جذر تي تربيع زائد 1 ناقص تي على جذر تي تربيع زائد 1 جي. لحساب اليونت تانجنت فيكتور واليونت نورمال فيكتور، عندما تي تساوي 2 يعني نعوض عن كل تي ب 2، فاليونت تانجنت فيكتور عندما تي تساوي 2 فهو 2 على جذر 5 اي زائد 1 على جذر 5 جي. وممكن انه نوجد هذا المقدار اللي هو 2 على جذر 5 او 1 على جذر 5 بالحاسبه، او ممكن نخليها بهذا الشكل. اما اليونت نورمال فيكتور عندما تي تساوي 2 ايضا من نعوض عن كل تي ب 2، فراح يكون هو 1 على جذر 5 اي ناقص 2 على جذر 5 جي.
الجزء الثاني من هذا السؤال أيضا نريد نوجد اليونت تانجنت فيكتور واليونت نورمال فيكتور للمنحني الممثل بالدالة المتجهة A. فأول شيء راح نشتق الدالة R نسبة إلى T. نلاحظ الدالة اللي موجودة مع الـ I أو الدالة اللي موجودة مع الـ J هي عبارة عن دالتين. الدالة هنا مع الـ I هي دالة الـ exponential مضروبة بدالة الساين، والدالة اللي موجودة يم الـ J هي دالة الـ exponential مضروبة بدالة الكوسين. إذن هذه عبارة عن دالتين. فلاشتقاق دالتين مثل ما نعرف، الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول. فمثلا هنا عندنا exponential t sin 2 t. إذا نريد نبدي مثلا باشتقاق exponential t مشتقته هو نفسه exponential t، ننزل الساين، زائد مشتقة sin 2 t هي 2 cosine 2 t. فهذه هي اشتقاق الدالة exponential t sin 2 t. بنفس الطريقة نشتق الدالة exponential t cosine 2 t. مشتقة ال exponential هي الدالة نفسها وينزل الكوسين. بعدين ننزل ال exponential t ونشتق الكوسين اللي راح تكون مشتقته ناقص 2 sin 2 t. أما مشتقة الـ exponential t هاي الدالة الموجودة مع الـ k هي 2 exponential t، فالمشتقة راح تكون نفس الدالة هي 2 exponential t. نوجد طول هذه المشتقة، فراح يكون عندنا تحت الجذر المقدار مع الـ i تربيع، زائد المقدار مع الـ j تربيع، وأيضا المقدار مع الـ k تربيع. نقدر نبسط هذا الجذر فقط أنه نفتح هذا القوس اللي هو تربيع، وأيضا نفتح هذا القوس تربيع، فراح تكون عندنا اختصارات، فالناتج المتبقي هو راح يكون فقط 3 exponential t. إذن اليونت تانجنت فيكتور نقسم المشتقة على طولها، فراح يكون عندنا 1 على 3 sin 2 t زائد 2 على 3 cosine 2 t هذه مع الـ i، زائد 1 على 3 cosine 2 t ناقص 2 على 3 sin 2 t هذه راح تكون مع الـ j، وهنا راح يكون عندنا فقط 2 على 3 مع الـ k. فهذا هو اليونت تانجنت فيكتور. أما اليونت نورمال فيكتور، فأول مرة نشتق اليونت تانجنت فيكتور. هنا نلاحظ الدوال هي عبارة عن دوال مفردة مع الـ i والـ j والـ k. مشتقة sin 2 t هي 2 cosine 2 t. مشتقة الكوسين 2 t هي ناقص 2 sin 2 t، فراح يكون هنا ناقص 4 على 3 sin 2 t، وبنفس الطريقة الدالة اللي هي موجودة مع الـ j. أما مشتقة 2 على 3 فهذا ثابت، مشتقة الثابت صفر، فما راح يكون عندنا أي مقدار مع الـ k. نقسم هنا حتى نوجد النورمال فيكتور، لازم نقسم على الطول. إذا أول مرة نوجد طول مشتقة اليونت تانجنت فيكتور، راح تكون هي تحت الجذر المقدار مع الـ i تربيع، وأيضا هنا المقدار مع الـ j تربيع. نقدر أيضا نبسط هذا المقدار أو نخليه على هاي الوضعية، لأن إحنا بعدين راح نعوض عن كل t تساوي صفر. إذا اليونت نورمال فيكتور مقسم مشتقة اليونت تانجنت فيكتور على طولها. عندما t تساوي صفر راح نوجد اليونت تانجنت فيكتور واليونت نورمال فيكتور. اليونت تانجنت فيكتور عندما t تساوي صفر، أي إن هنا نعوض
بمعادلة اليونت تانجنت فيكتور عن التي بصفر، فساين الصفر صفر وكوساين الصفر واحد، فراح يبقى عندنا فقط 2 على 3 اي. المقدار مع الجي كوساين 2 تي ونعوض عن تي بصفر، فراح يبقى عندنا فقط 1 على 3 جي، وهنا راح يكون عندنا 2 على 3 كي. اما اليونت نورمال فيكتور ايضا بنفس الطريقة نعوض عن كل تي بصفر. فبالنسبة إلى البسط مثل ما عرفنا إنه الكوساين الصفر واحد وساين الصفر صفر، فراح يكون عندنا البسط هو عبارة عن 2 على 3 اي ناقص 4 على 3 جي. أما بالنسبة إلى الطول فأيضا هذا المقدار تحت الجذر نعوض عن كل تي بصفر، فراح يبقى عندنا فقط 2 جذر 5 على 3، أو نقدر مباشرة نستخدم الحاسبة ونطلع ناتج هذا الرقم. فراح يكون عندنا اليونت نورمال فيكتور عندما تي تساوي صفر هو عبارة عن 1 على جذر 5 اي ناقص 2 على جذر 5 جي.